ننتظر. مارينات، هل بإمكانك اسحاب راس إلى الممرضة؟ مارينات؟ أجل، بالطبع. من هي دورا؟ صديقة جديدة وهمية مثل ليلي وحيد القرن من الصف السادس. لا، دورا هو لقب أطلقته على رأسي عندما يؤيدني، وهذا يذكرني ألا أترك المنزل أبدا بدون السيد قهوة. صباح الخير، أنا السيد قهوة، أفضل وجبة خفيفة لصحتك. أحب كيف ترين العالم بنظرتك الملونة يا روز. عودي عندما تستطيعين ولا تنسي تحية ماري. ماريا؟ الممرضة ماري؟ لا تقلقي، لن أبقى طويلا معها. كل شيء على ما يرام مع روز، لا تقلقوا يا رفاق.
أخبرتهم عنك؟ حقا أخبرتهم؟ لن يعاملوني بشكل طبيعي مرة ثانية. لا، كل هذا خطأي. ما كان يجب علي أن أخبرك بسري. لقد جعلتك تقلقين معي طوال الوقت. مهلا، لا مشكلة، سأقوم بحل هذا. كان يجب أن